تلفزيون توشيبا، تلفزيون شغال زي الفل، ولكن عامل خطين من الجنب وخط في النص من فوق. وصل الفيديو خط من الجنب وخط من جنب الشمال، والشاشة في خط في النص ومطولة من تحت. هفك التلفزيون واشوف الوضع من جوه. التلفزيون متعدل ضيق يونيفرسال، أول حاجة أعملها أقيس الفولت 110 فولت، الـ110 فولت طالعين 79 فولت، الفولت ضعيف علشان الفولت ضعيف. الشاشة طلعة ضعيفة، خطين من الجنب وممدودة من تحت، وخط في النص الفوقاني. فأنا أحاول أخلي الفولت يوصل لـ110 فولت. الفولت حاليا 79 فولت، أزود الفولت من دايرة الباور. حاليا الفولت على 111 فولت. ده فولت مناسب لتشغيل التلفزيون. النتيجة Thank you.